تستضيف مملكة البحرين للمرة الأولى في المنطقة الملتقى العالمي لمراكز الفكر لعام 2021، والذي ينظمه مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات بالتعاون مع برنامج مراكز الفكر والمجتمع المدني. للمزيد حول الملتقى يسعدنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي لمراكز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات. بعد التحية دكتور، هناك العديد طبعا من ملتقيات مراكز الفكر التي تعقد في أماكن مختلفة في العالم، ما هو الشيء المميز في هذا الملتقى عن غيره من الملتقيات الأخرى؟ بداية أتوجه بالشكر الجزيل لتلفزيون مملكة البحرين على الاهتمام بتغطيته فعاليات الملتقى العالمي لمراكز الفكر، ويأتي هذا العام بعنوان المراكز الفكرية والمتغيرات العالمية في عصر الأزمات، وينطوي على أهمية كبيرة من حيث التوقيت والمضمون، حيث يتضمن 5 جلسات متكاملة تدور حول دور ومسؤولية مراكز الفكر تجاه التحديات التي تواجه الدول، مع التطبيق على تحدي جائحة كورونا التي برز فيها دور مراكز الفكر عالميا كجزء من الجهود الوطنية لمواجهة ذلك التحدي. وبالنظر إلى التشابه الكبير بين عمل مراكز الفكر على مستوى العالم، فإن هذا الملتقى العالمي يمثل فرصة سانحة لتبادل الخبرات في سبيل تعزيز التكامل بين تلك المراكز مستقبلا. أما على مستوى التوقيت، فانطلاقا أن تحدي جائحة كورونا لا يزال يمثل تحديا على مستوى العالم، بل أوجد تبعات لن تنتهي على المدى المنظور، فإن ذلك يعزز من دور مراكز الفكر في صياغة خطط على المديين القريب والبعيد تتضمن سبل مواجهة ذلك التحدي بتحديد خيارات تتناسب وظروف كل دولة. نعم دكتور حمد، لو نتكلم عن أبرز التحدي اليوم الذي يمكن أن يواجه العالم، وما أهمية مثل هذا المنتدى وهذا الملتقى اليوم، وتحديدا بأن مملكة البحرين هي التي تستضيفه وينطلق من خلالها؟ نعم، شكرا على هذا السؤال الهام، وتتمثل في مجموعة من النقاط يمكن إجمالها. أولا، يعكس تقدير مراكز الفكر للأهمية التي توليها مملكة البحرين للاستثمار في المعرفة، نعم، كرافد أساسي لخطط التنمية المستدامة. ثانيا، أن انعقاد هذا الملتقى للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط يؤكد قدرة مملكة البحرين على المضي في تعزيز الشراكات الفكرية المتميزة دوليا، بتقديمها نموذجا فريدا يستهدف تعزيز الحوار بين ممثلي مراكز الفكر على المستويين الإقليمي والعالمي. أما الأمر الآخر، فإن هذه الاستضافة تمثل أرضية مهمة وفرصة للباحثين لمواكبة مختلف تيارات وتطورات البحث العلمي والاستراتيجي على المستوى الدولي، والاطلاع على آخر المستجدات في أعمال مراكز الدراسات بهدف صياغة رؤى مشتركة للتحديات الراهنة. نعم دكتور حمد إبراهيم العبدالله، المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات، شكرا جزيلا لك.